طبعا هو أوج التغييرات اللي أنت ذكرت صفقة القرن، ذكر الدكتور صفقة القرن، هو أوج ما ستصل إليه التغييرات المطلوبة في المنطقة هو الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني والتطبيع الكامل. ولذلك أنا الحقيقة لم أتفاجأ بالمقابلة اللي أجراها محمد بن سلمان مع مجلة تايم الأمريكية ولا مع منابر الإعلامية المختلفة. يعني هو طوال رحلته في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ملوش هم إلا يحرض على الإخوان المسلمين، لدرجة أن الخطر الإيراني من وجهة نظره تراجع ليصبح الإخوان هم الخطر الأكبر، وليس هذا فحسب، بل ويقول ضمنا بأنه هو والإسرائيليون الآن باتوا شركاء في مواجهة هذا الخطر. يعني هذه هي التي يظن هو ومن على شكلته أنها ضمانة لعدم تجدد الربيع العربي. يعني كأنه هذه هو طبعا يتوهم، هو يظن أنه مثلا أن وجود الإخوان هو سبب ثورات الشعوب. الشعوب حتثور سواء كان الإخوان موجودين أو غير موجودين، وسواء الإخوان تصدروا لحركة التغيير كما حصل في فترة من الفترات أو تصدر غيرهم. لكن هو يتوهم بأن عليه أن يدفع فاتورة من العلاقات والتحالفات مع الصهاينة حتى يضمن إغلاق المنافذ على تجدد الربيع العربي في المستقبل. لا، هو ليس فقط عشان منع تجدد الربيع العربي، لأن هو في عندنا عدد من الناس اللي على شكل بن سلمان الآن، زي السيسي مثلا وبن سلمان وبن زايد، هم قاريين المشهد وقاريين أنه في توجه لتغيير وجه المنطقة تغييرا شاملا، وبالتالي بيحاولوا يموضعوا نفسهم في مقدمة القوى التي تفعل هذا التغيير، سواء بقى يعني حد زي ابن سلمان بيغير الموضوع من الناحية الحضارية والفكرية والثوابت الدينية اللي موجودة إلى آخره من ناحية، ومن ناحية تانية بيخش في الثوابت المتعلقة بالكيان الصهيوني وموضوع التطبيع، لأن هو نفس الكلام السيسي، يعني هو بيحاولوا لكي يثبتوا أوضحه، لأن هو شايف دلوقتي إن في مرحلة تغييرات، طب كيف أظل أحافظ على عرشي؟ يعني هو المعيار الأول حقيقة هو الحفاظ على العرش، الحفاظ على الكرسي اللي هو زي ما السيسي قال ما حدش هيجي يقعد على هذا الكرسي، نفس الكلام. فهو هذا الحفاظ يقتضي من وجهة نظره أشياء كثيرة، من وجهة نظر ابن سلمان يقتضي تغيير شامل في طبيعة الحياة اللي موجودة في السعودية بشكل جذري، ويقتضي تحالف بشكل أو بآخر مع الصهاينة لكي، وطبعا التحالف مع الصهاينة يقتضي موضوع تسوية القضية الفلسطينية على غرار ما يريده الصهاينة، ويمكن يتزايد فيه حتى على الأمريكان في بعض الأحيان، لكي يكون في النهاية أنا الرجل المناسب لهذه المرحلة. يعني كيف نفسر أنه هو يذهب إلى الولايات المتحدة يقعد 3 أسابيع بشكل يعني حاجة غير مسبوقة الحقيقة. أنا النهاردة كنت بقرأ في الشخصيات اللي قابلها، يعني عشرات من الشخصيات في جميع المجالات، من السياسة للفن للإعلام بشكل غير طبيعي، يعني مش سايب حد، من أول هنري كيسنجر لأوبرا وينفري، حاجة غير طبيعية. هو يسوق نفسه، يعني هي عملية تسويق للذات. بس طبعا في تجهيز صهيوني واضح لهذا الموضوع، يعني الأبواب اللي بتفتح بهذا الشكل هي أبواب صهيونية. فهي النقطة في الآخر هي كيف أستقر، وزي ما قال 50 سنة لقدام، هو بيتكلم إن أنا قاعد 50 سنة لقدام في هذا المكان إلا الموت، يعني لن يقهرني غير الموت. وبما إن أنا، هو بيقول يعني إن أنا 32 سنة، وعادة الملوك عنده بيقعد لغاية فوق 80 وبيكمل، يبقى هو بيكمل 50 سنة، هو حسبها إنه 50 سنة ده هو الرينج المظبوط. طب ليجي دلوقتي موضوع الإخوان إيه؟ وحتى يعني في نوع من أنواع، يعني هو ممكن أنا أتفهم إنه يعادي الإخوان، أتفهم إنه يكره الإخوان، بس هو دلوقتي حتى بيحاول أن يلصق بالإخوان أشياء يعني وافتراءات تاريخية لم يكن بها أحد. يعني مثلا يقول لك قتل الملك فيصل، قتل الملك، من يعني الملك فيصل كان أكثر حليف للإخوان، ازاي يصور انه الملك فيصل ضحيه تطرف وهابي بالمناسبه، صحيح. وهذا يتكلم فيه احد افراد العائله السعوديه موجود على وبعدين بيتكلم يقول ايه، ما هو اللي احنا لو نلاحظ يعني هو بيقول ايه، بيقول ان الاول انك تكون اخواني، فيعني يعني الاول تكون متدين ثم تكون اخواني ثم تتطرف اكثر ثم يعني وصولا في الاخير الى داعش. الحقيقه هو بيحاول يمد الخط ده من الاخوان الى داعش،
لكن لو احنا مديناه من الطرف الاخر معناها هنوصل انه يكون مسلم. يعني موضوع مش مسألة اخوان، ما هو الاسلام هو المقدمه الطبيعيه انك تكون برضو اخواني. لاحظ يا دكتور، التغييرات اللي هو بيفرضها الان بالقوه في المجتمع السعودي هي سلخ للمجتمع عن هويته الاسلاميه خالص. يعني هو الان قضيه هذا الانفتاح الهائل مره واحده، مش المقصود فيه انه حيريح مجتمع، هو صح المجتمع كان مضغوط عليه وكان التدين بالاكراه العصايه، لكن في افساد بالاكراه الان. صحيح. يعني مش هي عمليه انفتاح. هو تفضل. انا كنت بقول انه هل الترويج فكره ان الاخوان هم الذين يفرخون الارهاب في العالم، هل هذه الفكره يمكن ان تسوق عالميا؟ انا اظن بانه لا، لانه في بريطانيا في 2014 فتحوا تحقيق في موضوع انه الاخوان بدعموا الارهاب او لا، وحكومه بريطانيا حكومه يمينيه. مش معقول انه واحد يطلع يحكي انه تيريزا مي او ديفيد كاميرون عضو في التنظيم الدولي زي ما كانوا يحكوا عن باراك اوباما. اللي حصل عملوا لجنه تحقيق، لجنه التحقيق حققت فعلا واستدعت قيادات من الاخوان واستمعت لشهادات من الإخوان ومن خارج الإخوان ودرست أدبيات الإخوان بما في ذلك حتى أفكار سيد قطب التي يعني بين قوسين توصم بأنها يمكن أن تكون مقدمة للإرهاب، ومع ذلك خلصت إلى تبرئة الإخوان. اللي حاصل أنه هو الأجانب ما هماش أغبية. بس يعني هو في تيار يعني، لا بس هو في قطاع عند الصهاينة وعند اليمين المتطرف في الغرب، هذول لهم مصالح. هو يغازلهم وهو يخاطبهم في ذلك. لا وهذا يخاطبهم لانه له مصالح دكتور. هذول ما هو جريده الجارديان يوم كانت منزله اعلان مدفوع الثمن ترحيب بالامير، وبالمقابل وبالجهه الثانيه تقرير ينتقد انتهاكات في اليمن. اللي حاصل انه انت اللي بيدفع في العالم الغربي هذا الاعلام الحر او حتى السياسيين مجرد ما خلص هذا زي توني بلير بيصير بزنس مان بيشتغل بالساعه. انت توني بلير تعال خلينا ندفع له فلوس بحكي لك اللي بدك اياه. احنا يعني هي القصه. بس دكتور بعرف في برضه بعض الاختلافات. يعني في امريكا الان لما تنظر للخريطه اللي موجوده في الاداره الامريكيه استبدل عدد من الناس المتعقلين بناس الان يعني اصبح وزير الخارجيه بومبيو. هذا كان ممن قدموا التشريع او مسوده التشريع في الكونجرس لتصنيف الاخوان كجماعه ارهابيه. ايضا اللي هو اللي هيجي مستشار الامن القومي نسيت اسمه اللي كان ايام جورج بوش جون بولتون اللي كان بتاع الامم المتحده هيجي مستشار الامن القومي مدير السي اي. هؤلاء هم صخور وعبروا صراحة. والحقيقة وزير الخارجية في القرار التنفيذي يصدر من وزير الخارجية، يعني هو يستطيع أن يصدره. قبل كده تيلرسون رفض هذا، فبالتالي محمد بن سلمان بيستفيد. أنا أظن أنه بيستفيد بهذا الوجه بحيث أنه يضغط على واحد زي بومبيو أول ما يجي يصدر هذا الموضوع. يعني أنا أعتقد أنه محمد بن سلمان حقيقة هو أصغر بكثير من أن يضغط على أحد. هم مش محتاجين ضغط، هم جاهزين. هو طبيعة يعني الإدارة هي تمام. ولكن أنا أعتقد أنه محمد بن سلمان وعدد من القيادات الخليجية الشابة الجديدة بتختلف عن القيادات الخليجية التقليدية بنقطة مهمة جدا. أنه القيادات الخليجية التقليدية السابقة كانت أداة أمريكية وكانت تنفذ ما تريده أمريكا. أما هذه القيادات هذه تربت على عين أمريكا، فبنشوف هؤلاء أخذوا إلى أمريكا، أرسلوا، ابتعثوا إلى أمريكا إلى الغرب فربوا. فعمليا الحقد الذي عندهم على التيارات الإسلامية حقيقة ليس فقط هم لا ينفذون من خلاله رغبات الغرب، لا، بينما ينفذون أحقادا حقيقية. اللي ربى محمد بن زايد مش الأمريكان، اللي ربوه ضباط المخابرات بتوع مصر. يعني في النهاية هم اللي ربوه. ما بيفرقوا كثير يعني. لا ما احنا عشان ما نديش كريدت لأمريكا يعني ما بيفرقوا كثير يعني. هم ما بيختلف في الوضع. أظن يعني محمد بن سلمان كمان ما درسش في أمريكا. يعني هم سلمان الوحيد من أولاد سلمان اللي يعني لا يجيد الإنجليزية عكس إخواته اللي كلهم. ولكن هذول أظن القصد ليس بالضرورة أنه درس في أمريكا، ولكنه ربي على عينها. يعني بمعنى هو نشأ تنشئة تحمل الأحقاد الذاتية. هذه نقطة. النقطة الثانية أنا أعتقد بأنه الفكرة اللي عند محمد بن سلمان وعند الآخرين هي فكرة الكرسي، لا شيء غير الكرسي. صحيح. حقيقة هم مستعدين أن يضحوا بكل شيء
مستعدين أن يضحوا بشعوبهم، مستعدين أن يضحوا بثرواتهم. وأفضل ما في هذه المرحلة باعتقادي هي وضوح الصورة. محمد بن سلمان صورة واضحة تماما، ترامب صورة واضحة تماما. لما يطلع ترامب ويقول لهم بدك تدفع ادفعوا، تريدون مني أن أبقى في سوريا عليكم أن تدفعوا. هذا الوضوح وضوح جيد في النهاية، لأنه في النهاية خلاص يجعل الناس أمام صورة متمايزة بأنه أنا في عندي بزنس بيشتغل في العالم، ناس بتدفع فلوس من أجل الكرسي وخلاص. بس شوف، لاحظت في شغلة، الذي رباه الأمريكان على أيديهم ضحى به ترامب. يعني مش محمد بن سلمان هم اللي ربوه على أعينهم، هو محمد بن سلمان جاء صدفة، يعني صار منعطف تاريخي جاء به، دفع به إلى الواجهة. محمد بن نايف هو رجل أمريكا كان، وأوباما تدخل شخصيا لكي يحميه ولكي يحول دون أن يفرط به. لما راح أوباما وجاء ترامب وبتدخلات محمد بن زايد اللي ربوه ضباط المخابرات المصرية، أيوة، حصل الذي حصل. هيك قرأت في النيويوركر، كان في تقرير مهم جدا اتنشر من كام يوم بيتكلم على قصة محمد بن سلمان من البداية، وشرح فعلا كيف كان هناك تدخلات من المخابرات الأمريكية والإدارة الأمريكية في هذا الصراع اللي حسم في النهاية لمحمد بن سلمان. يعني أمريكا ما كانتش مع محمد بن سلمان في البداية، لكن ده في كمان، هو يعني الجديد الحقيقة الواحد شايفه إنه ناس زي بن سلمان وبن زايد عندهم نوع من أنواع الغرور بالقوة. يعني صحيح هم زي ما حضرتك ذكرت أهون من، لكن هم عندهم غرور بالقوة لدرجة إن هم بيظنوا الآن في داخلهم إن هم الذين يغيرون مثلا الإدارة الأمريكية. يعني هو وهذا معنى عبارته إنه كل واحد فيهم أنا غير، واحد يقول لك كوشنر في جيبي، الثاني يقول أنا غيرت تيلرسون، يوم الثاني يقول لك لا، يعني الأول الإمارات طلعت تغريدات إن إحنا اللي غيرنا تيلرسون، يقوم يطلع السعودية تقول لا ده إحنا اللي غيرنا تيلرسون. يعني هما في نوع من أنواع حتى الاغترار بالقوة والأموال والنفوذ الموجود من 3 يوليو 2013. بعد 2013 أكبر دولة عربية، هي في عدد سكان مصر ثلث العالم العربي، ثلث العالم العربي صار كفيله موجود في الإمارات. صحيح، ما هو طبيعي. بس هو أنا رأيي بقى في ترامب يعني كان ماهر بدرجة جيدة إنه يفهم هذه النقطة ويستدرج محمد بن سلمان بالذات ليها. وده اللي عمله إنه هو لما جاب الكرتون اللي حطه ده وقال لك أنتوا فلوسكوا زي السوداني، يعني السيسي بيقول لك زي الرز، ده بيقول زي السوداني في أمريكا زي الرز في مصر، يعني و300 مليون بينتس. This is peanuts for you. يعني فده ده زي تاني ما قالوا فلوسهم زي الرز. وليش؟ لأنه ترامب فهم شيئا واحدا، فهم أن محمد بن سلمان كل أمنيته في حياته إنه يصبح ملك. فهو مقابل أن يصبح ملك يدفع، يعمل كل اللي هم عاوزينه. صحيح، وهذا ما كانش الأول. يعني هذا لما كانت عهد الإدارة السابقة هذا كان غير وارد. نعم، حتى لو أنه سلمان أصبح ملكا لم يكن واردا أنه ابن محمد بن سلمان فجأة يصبح هو الكل في الكل والمتحكم في مقاليد. الحقيقة ده يجرنا يا دكتور، لأن برضو لازم نلاحظ ملاحظة مهمة، هي طبيعة الحكام اللي موجودين في العالم الآن بشكل عام. يعني بتجد واحد زي ترامب في أمريكا، بتلاقي واحد زي بوتين في روسيا، تلاقي واحد زي في الصين اللي هو مد الدستور انه يمد فترات الرئاسه، وبعدين تلاقي تنزل تحت تلاقي محمد بن سلمان، وتيجي شمال تلاقي السيسي في مصر. يعني مجموعه من الدكتاتوريين. يعني الحقيقه انا قلق هؤلاء سيشعلوا العالم. لسه كنت قريت من شويه كان في مادلين اول برايت اللي هي كانت وزيره الخارجيه الامريكيه في عهد بيل كلينتون بتتكلم على ظاهرة الانتشار الديكتاتورية الرهيب دلوقتي، وده بقى النموذج اللي ما حدش بقى بيعترض عليه. الحقيقة ده يعني بيجعل العالم فعلا على حافة الهوية. يعني صحيح ممكن يبقى فيه توازنات، فيه اتفاق مش عارف أمريكي روسي ازاي، لكن الحقيقة ممكن أقل شيء يطلع عن السيطرة ممكن يخلي العالم كله في الحاجة الغريبة انه هذا التراجع في المنظومة الغربية بالذات الديمقراطية هو مرتبط بأمرين. الأمر الأول صعود الفاشستية، والأمر الثاني يأس الناس من العملية الديمقراطية. والآن بدأت العملية الديمقراطية تتحول إلى مجرد رداء بيلبسوا الفاشستيين، يعني بيلبسوا الناس اللي هم زيهم زي هتلر. السلم اللي كانوا بيقولوا دايما الاسلاميين بيعملوا هم دول اللي بيعملوا، هم اللي طلعوا فيه. صحيح، هم اللي طلعوا فيه. الان في نقطه مهمه ايضا، انه محمد بن سلمان اضافه الى تحركه الدولي من اجل ان يصبح على العرش وعلى الكرسي،
فهم أنه لابد من تغيير الواقع الاجتماعي والداخلي في السعودية، وأفهم ذلك أصلا. فبنشوف أنه هو يعني يغير الواقع في السعودية بطريقة أكثر من سريعة، يعني أسرع من سرعة الضوء. هذه يعني هذه الدولة اللي كانت بتعتبر ميلاد النبي الاحتفال بالمولد النبوي حرام، صارت الآن تفتح صلاة تامر حسني حلال، صارت تفتح صلاة مولد النبوي حرام وتامر حسني حلال. في بعض الشخصيات اللي وتجيب 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 إمام الحرم يلعب. ده في بعض الشخصيات اللي قابلها في أمريكا ده لو كان راح من كام سنة السعودية كانوا رجموه، يعني من كتر يعني أخلاقياً بس هو الحقيقة دكتور هي مش بس البقاء على الكرسي، لا هم يدركوا إنه النظام في هذه المنطقة يتشكل، النظام الجديد يتشكل، وبالتالي هو عايز يكون دعامة رئيسية للمنظومة الجديدة، ليس فقط إنه هو، لأن هو أنا يعني من الواضح إنه استقر ليه حكم السعودية، ما فيش منازع يعني حكم بن سلمان في السعودية الآن، لكن هو عايز يكون الفص اللي بيعتمد عليه فرس أو الرهان. الفرس الرئيسي الذي يعتمد عليه في استقرار الوضع الجديد. صور هو لولا إنه هو مرتب أموره ما بيغيبش عن البلد هذه الفترة. صحيح. يعني هو شيء من النادر انه رئيس دوله، هو طبعا بحكم رئيس دوله هو في امر الواقع، في الامر الواقع هو رئيس الدوله، يغيب عن بلده طول هذه المده لولا انه هو خلص قلم اظافرهم وقصقص اجنحتهم. في اي احتمال لاي حاجه زمان حصلت يعني لو في حاجه بدها تحصل كان حصلت. صحيح. ولذلك هو حديث الان بعد امريكا راح فرنسا، وقبل امريكا كان برضو عنده جوله، راح مصر، راح مصر هو أمن السعودية خلاص. حقيقة يعني أمن السعودية في بريطانيا كمان. ففكرة التغيير الداخلي حقيقة هذه أنا أعتقد أنها هذه الطريقة السريعة في التغيير مع وجود القمع لن تمر مرورا سريعا. يعني صحيح الآن ممكن الناس تشعر بذهول بصدمة بصمت، ولكن في النهاية هذا المجتمع الذي ربي 100 سنة على يعني تقاليد معينة وأفكار معينة وعادات معينة، إنه نأتي نقلب هذه الصورة مهما حاولنا بالخطاب الديني ولا ببطش السلطة، أنا لا أعتقد أنه سيمر بسهولة. بس يا أستاذ محمد بدنا نعترف بأنه هناك رغبة بالانفتاح في داخل السعودية. صحيح. هلأ أنت حط على جنب لأنه التدين كان الإكراه. صحيح. مش بس بالإكراه، وكمان كان يعني يتم إسقاط أشياء دينية لا يرغب بها الناس، لذلك أنا قلت هي التقاليد وأعراف. كان الرجل إذا مشى مع زوجته ممكن أنه يتوقف إثمت لأنه هاي زوجته. هو مش بس التدين بإكراه، يعني هو نموذج من التدين. أيوة, يعني أيوة هو نموذج كريهه الناس. لذلك أنا أقول بأنه في النهاية صحيح هناك رغبة في الانفتاح، لذلك أنا أقصد ضع جانبا ما هو الهدف السياسي من هذا الانفتاح. رجل الشارع الشخص العادي صحيح هو يتوق أنه يحضر له حفلة يشوف فيلم في سينما، ولكن في النهاية حياة طبيعية. في النهاية هذا المجتمع تركيبته تركيبة قبلية، في أعراف قبلية معينة منتشرة وما تزال راسخة، في تقاليد خليني أسميها أعراف ألبست ثوب الشرع وفرضت على الناس وربي الناس عليها. صحيح في شعور بالضغط ورغبة بالتخلص، ولكن أيضا يجب أن لا ننكر أن نسبة عالية من المجتمع تشعر بالذهول أمام صحيح. هذا الذي يجري، وبأنه هذا الذي يجري ليس شيئا طبيعيا، وأنه هذا الذي يجري مخالف لأعرافها ومخالف لعاداتها ومخالف لتقاليدها. هو لا يجري بالضرورة، هو صحيح أنه يجري مع رغبات جزء وشريحة من الشعب السعودي، ولكنه لا يجري مع رغبة الشعب السعودي. معظم الناس لا يقبلون هذا. معظم الناس في السعودية زي معظم الناس في أي بلد عربي عندهم تدين أصيل وحقيقي. تدينين الناس طبعا. هي المشكلة في الفرد. شوف إذا فرضت التدين يفسد الناس، وإذا فرضت الفساد تمام يدمر المجتمع. فرض التدين بالقوة قد يمر لفترة معينة، أما فرض الإفساد لابد أن يواجه. هذا قانون، في كمان قانون في حركة التاريخ، أن فرض الإفساد مع الزمن لابد أن تظهر مجاميع تشعر بأنه هذا يحاربها في دينها، في عقيدتها، في أعرافها، حتى في أخلاقها، لابد أن تواجه هذا الفرض. هو كمان الفرض للإفساد. التغيرات كمان اللي بيعملها بن سلمان الحقيقة ليست فقط تغيرات في المجال الديني أو الثقافي،
لكن في المجال حتى الاقتصادي يعني، يعني الان تفرض ضرائب لم تكن تفرض من قبل، الان اصبح يعني في ضريبه قيمه مضاده، اصبح الامور اللي كانت مجانا ميه زمزم يعني شفت شو عملوا مع الاردنيين، ميه زمزم لو يا تاخدها يا تدفع ثمنها ترميها في وقفوا الباصات ونزلوا ميه زمزم منها ودلقوها في الارض. وبعدين في المقابل يعني مع طبعا نسبه بطاله ليست بالقليله في السعوديه، ثم يرون ما يفعله ابن سلمان في امريكا، 300 مليون دولار هنا 500 مليون دولار هنا. ولما يسالوه في حضرتك شفت يعني لما بيسالوا ابن سلمان انت ازاي بتصرف، يعني مش بيتكلم بقى انه بيقول انا غني، بيقول لك انا غني. الله، طب انت فين اجراءات التقشف اللي موجوده وفين يعني والان بيفرضوا يعني انا كنت في الاردن والناس بتتكلم في موضوع العمره. اي طبعا صار الان المعتمر للمره الثانيه بيدفع مبلغ 400 دينار أردني حوالي 600 دولار رسوم. تصور زمان كانت الناس يعني كثير من الناس بياخد أولاده وزوجته وبيطلع عمره بالعربية فما تكلفوش كثير يعني. الآن الفيزا كل واحد من الصغير إلى الكبير 400 دينار في مصر كده برضو 2000 جنيه زيادة يا سيدي يا سيدي. فرض تيار علماني بالقوة مناقض لقيم المجتمع، فرض هذا التيار بالقوة، فرض حالة اقتصادية ظلم اقتصادي أيضا على المجتمع، فرض استبداد سجن العلماء وسجن وعشرات ورجال الأعمال وما إلى ذلك، مش هيمر بسهولة يعني. هذا النظام هذا تكريس لحالة استبدادية متقدمة جدا يعني. صحيح السعودية كانت تعيش حالة استبدادية في العصور السابقة، ولكن ما تعيشه اليوم من استبداد في المجالات كلها، استبداد في فرض العلمانية وفي تغيير الهوية المجتمع، استبداد اقتصادي واستبداد في الحريات. هذا الاستبداد حقيقة ينذر بأن محمد بن سلمان قد يكون، وهذا ما أعتقده، آخر ملوك السعودية. هو ينذر بأن هذا الطائش سيدمر هذه البلد وسيدمر هذا النظام. هذا النموذج سواء ابن سلمان وبرضه زي السيسي يعني في تشابه الحياة كبير، أنهما في الآخر بينتهوا انه السيطره هي سيطره بالقهر والقمع وليست انه في مؤيدين كثير او اتباع. وبالتالي عندما يحدث شيء يعني ممكن ان يؤدي الى وقوع واحد زي ابن سلمان مثلا سيتخلى عنه الجميع. يعني تخيل كل اللي هم سقرات الناس اللي اعتقلت وضربت في والقعدت في الريتس دي واهينت بهذا الشكل واضطروا يدفعوا اموال، دول يعني سيساهموا اول ما يلاقوا حاجه هيساهموا الامراء وهؤلاء بالنائف. دكتور هاي يعني سنه ثابته في كل الانظمه المستبده والقمعيه، كلما ازداد الاستبداد في نظام كلما اصبح النظام اكثر هشاشه واصبح ليس نظام مستبد، هو بقى فرد مستبد يعني. هو دلوقتي هذه نقطه مهمه يعني ان السعوديه اصلا ما فيها نظام يعني. هو ليس عنده نظام مثل مصر عندها نظام، على الأقل عندها مؤسسة، بينما هذا النظام اللي معتمد عليه اللي هو مؤسسة العائلة جابهم كلهم ووضعهم في السجن. ما فيش مؤسسة عائلة. هي كان الحكم في السعودية بالأول مقسم يعني، هو أبناء عبد العزيز كانوا يشتركون فيما بينهم في بإدارة الدولة. هو ما خلاش حد، خد كل المؤسسات يعني. هو خد وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، والحرس الوطني، والمؤسسة الدينية، والاقتصاد، والشركات، بس أنا مؤخرا أجريت حوار خاص مع أمير خالد بن فرحان آل سعود. حسب ما بيقول هو، المعلومات التي تصله، هناك شيء يحدث في داخل العائلة وداخل المملكة، داخل العائلة. العائلة تضررت ضررا بالغا. صحيح. هو يخشى من شيء، يخشى أنه لو صار ثورة في السعودية، أفراد العائلة الذين كانوا مشاركين في الحكم والذين لم يكونوا مشاركين في الحكم سيدفعون الثمن بسبب هذه السياسات. لأنه صراحة الناس يعود عليهم جميعا بال الناس لن تفرق يعني طبعًا في النهاية. الناس لن تفرق بالناحية، وأيضا سيتهمونهم بأنهم يعني جزء من المشكله، رضوا بالظلم بتاع ابن سلمان ولم يقف في وجهه يعني. وهذا ايضا يعني ما كان يعني عليهم واجب نظرا لوجودهم في هذه اضافه الى ما يقاوم هذا. اضافه الى نقطه مهمه يا سيدي، السعوديه استنزفت استنزافا كبيرا جدا في اليمن. يعني السعوديه من كم سنه وهي تقاتل في اليمن بلا جدوى، بالعكس، واستعدت الشعب اليمني وقتلت الشعب اليمني. هذه نقطه. النقطة الثانية أن السعودية عندها جيوب في المنطقة الشرقية، هذه الجيوب جاهزة لأن تكون في يوم من الأيام كيانا حوثيا جديدا. يعني هو بيدمر في العائلة وبيدمر في البلد. بيدمر في البلد طبعا، العائلة، البلد، الاقتصاد،
يعني الأسس رجال الدين، التحالف اللي كان أصلا قائم عليه الحكم في المملكة ما بين آل سعود وآل الشيخ، هذا خلاص انتهى. يعني فكل ده يعني أسس قيام المملكة العربية السعودية يعني انتهت. هو بيحاول أن يقيم كيانا جديدا، هي فعلا يعني نقدر نقول بحق ان ده يعني عصر جديد يعني، وليس فعلا الدوله السعوديه الجديده يعني دوله جديده يعني. نقلا عن الامير خالد نفسه بيقول انه هو يريد ان يحول المملكه من مملكه سعوديه الى مملكه سلمانيه محمديه يعني، يعني كلها مركزه في سلمان وذريته ويستثني الاخرين جميعا. وهذا الذي حدث فعلا، ان هو كل الجيل اللي هو بتاع والده وابناء عمومته كل هؤلاء يعني الان الذين بيعينهم من الجيل الرابع حتى اللي هم اصغر منه اللي هم او يعني في مقام اللي هم ابناء اولاد عمومته يعني هم بالضبط اللي هم احفاد هم هؤلاء اللي ابتدوا يتعينوا برضه شبان في العشرينات والثلاثينات، لان هو تخلص تماما من الجيل الاول والجيل الثاني ايضا. فخلاص يعني هو بيؤسس لدوله جديده هو حاكم فيها فرد، مفيش بقى حاجه اسمها العائله المالكه، مفيش يعني كل هذه الاسس انتهت يعني. والله انا لما بشوف الوضع في السعوديه وبشوف الوضع في مصر وفي اتذكر قوله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، فعلا بدت اخشى على نفسي وعلى اهلي وعلى احبائي وعلى اصدقائي وعلى العرب والمسلمين من هذا الصمت على ومن هذا السكوت على هؤلاء الطواغيت الذين يعيثون في الأرض فسادا. لا هو لأن فسادهم لن يبقى حكرا على أوضاعهم. دكتور هو التغيير هذا لابد أن يحدث.